الآن مع الشاعر الأستاذ سليمان تهرست من مواليد سنة 1989 بقرية انذحناها أو تابعة لعمل التازة، طالب باحث في سلك الدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ولديه العديد من المشاركات سواء الصعيد الوطني أو الصعيد العربي. فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم بالحرارة الشاعر الأستاذ سليمان تهرست. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للحضور الكريم، مساء الشعر لكل القادمين من أنحاء المغرب الكبير. شكرا بحجم السماء للأستاذة المقتدرة والباحثة الرصينة الأستاذة فاطمة أبو غرباكة على عملها الجبار والوادي، وشكرا كذلك للجامعة المغربية للشعر والفنون في شخص رئيسها أحمد التاغي. وأجدد الشكر كذلك للحضور الكريم ولكل المشاركين والمشاركات في هذا الحفل البهيج الذي يأتي من أجل رد الاعتبار لهذه الموسوعة الشعرية القيمة التي أعتبرها كطالب باحث في سلك الدكتوراه مرجعا رئيسا للباحثين في مجال الشعر بالخصوص. فقد كان الباحث يجد صعوبة كبيرة في العثور على شاعر ومعرفة الحقبة التي عاش فيها. الآن يمكنه أن ينام مطمئنا، فموسوعة الشعر المغربي الفصيح جاءت من أجل أن تسد هذا الفراغ وأن تمنح للبحث الأكاديمي نكهة خاصة. فشكرا جزيلا أستاذة فاطمة، وأشكرك كذلك لأنك جعلتني ضمن هذه الموسوعة القيمة، فلك مني جزيل الشكر والتقدير. في الحقيقة سأحاول أن أقرأ بعض النصوص، ربما سأقرأ نصين قصيرين، وهو شعر تفعيلة، وسأقرأ من ديوانين مختلفين فائزين بجوائز دولية ووطنية. سأحاول أن أبدأ بقصيدة المبتدأ والخبر، وهي قصيدة من ديوان من بقايا ذاكرة الظل الفائز بجائزة زهرة زراوي لإذاعة الشباب سنة 2022. المبتدأ والخبر. أنا البداية، أنا النهاية، أنا الأثر في الرمل يتبعه البدء دليلا، أنا آخر المتبقي من جروح الوعول في الريح. نزلت الأرض ليلا ولأن الفجر عداني تدثرت بالصدى. ها أنا الآن أسافر في الشك، أشرب الغياب، أنسى أنني المبتدأ وأنني الخبر. نص آخر من ديوان الثالث قربان للغمام، وهو ديوان فائز بجائزة وطنية هذه السنة. عنونت هذه القصيدة أو هذا النص الشعري به حلم، حلم يهش بالحب. الحلم ما هو؟
الحلم ليس سوى دم الغد المتخثر. وقوفي على جبل الصمت الأخير، حشوي لملح الانتظار في جرح غيمة النبض. الحلم أن تموت مرارا، واقفا مثل وتد غريب بأرض لا تؤمن بالماء، كأني عندما أحلم أشعر بأني أحمل قلوب العذار وحدي، أسقي ملامح الغرق في العذاب وحدي، أشفي الموت من رعشته وحدي، أقنع الجلاد بأن الضحية تلاحقه كالطيف وحدي، أغير طريق رصاصة طائشة انطلقت من ثغر الريح وحدي، ووحدي أحلم كالضوء وفي رئتي حريق وصحراء. قل ما تشاء. قال العراف: هات كفك أقرأها، حلمك أيها الحالم أيوبي الخروف، تحتاج الخضرة ليدلك على متن السطور، تحتاج كبش الصبر الأملح تذبحه فتأكل ثم من صوفه تصنع رداء. قل ما تشاء. قلت: وماذا لو أدركني الفناء؟ قال: سيزهر الحلم فوق قبرك بنفسجا ويمشي يهش بالحب حتى مطلع القيامة. قال: قد كان رغم الآه يحمل قلب نبي، قلب أم، مت إن شئت أو انس إن شئت، فالموت مرادف النسيان. قلت: والآن؟ قال: جرب بأن تنسى الحياة فربما تقتات من خبز الحفاة المتعبين، جرب أن تعيش خفيفا كالعطر بين الأهداب. لا يرى، لا يطمح لحلم ولا لبنين. سأختم بنص قصير جدا، سأحمد نص قصير انهزام أخير. خذ نفسا عميقا، تمدد كشارع أنيق، لا تندم على سبحة ذنوبك، فثمة شاعر وتراب يشرب جرحك، ثم ألق بنفسك إلى الفراغ ولا تتذكر، بل تذكر انهزامك أمام الله. شكرا.